يدشن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي اليوم جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وسيعقد حفل التدشين بحضور عدد كبير من الشخصيات الدولية. وتعد هذه المبادرة واحدة من أهم المبادرات التي أطلقها جلالة الملك المعظم لتحفيز المجتمع الدولي على قطع مزيد من الخطوات التي تعزز وترسخ قيم التعايش والتسامح والحوار، ووسيلة لتعزيز كل جهد يهدف إلى وقف الصراعات والنزاعات والتصدي لكل مظاهر التطرف والتعصب والعنصرية والكراهية التي تعيق الشعوب عن السير قدما في طريقها نحو التطور والنماء والازدهار.